ومع ذلك توصل ان انت تبقى في ثالث العالم وتاخد هذه البرونزيه. الفرحه اللي امام حضراتكم دي حالا دلوقتي من امام فندق الاقامه. جمهور النادي الاهلي اللي يتحطوا على الراس، والله العظيم ثلاثه يتحطوا على الراس. فرحه جمهور النادي الاهلي وحبهم لهذا الفريق هي اللي بتخلينا دايما نصل الى منصات التتويج. اللاعبين هم زي ما انتم شايفين، بصوا الشناوي، بصوا محمود وحيد، بصوا الجميع. الحقيقه ده لايف دلوقتي مع حضراتكم، وهم اللعيبه مقدره جدا الجمهور، وبتروح وتقف وتستوى حتى لو كانوا 20 30 واحد. اهو حمزه بيرقص، رامي مبسوط، كل الناس مبسوطه، ايمن مبسوط، كل الناس مبسوط، كل الناس مبسوط. حاجه جميله جدا وحاجه محترمه. المونديالي محمد، انا هسمي محمد هاني المونديالي خلاص من هنا ورايح. محمد هاني المونديالي اللي هو دايما في كل مونديال بيعمل لنا حاجه حلوه. محمد عبد المنعم اللي هو لعب مباراه واحده وخد برونزيه كاس العالم، مباراه واحده. والله يعني مش عارف اقول ايه الحقيقه، ولكن حاجه جميله جدا جدا جدا. وكابتن سعد عبد الحفيظ وكابتن مجدي قفشه والجميع الحقيقه، الاستاذ طارق قنديل بينتظر البعثه، الاستاذ خالد مرتجي رئيس البعثه، الجميع الحقيقه في حب النادي الاهلي وفي انتظار لاعيبه النادي الاهلي. زي ما حضراتكم شايفين لحظات رائعه وجميله جدا، زي ما كان في لحظات او زي ما بنشوف لحظات رائعه وجميله جدا في هذه الفيديو اللي امام حضرتك. احنا برضو كان في اثناء المباراه لحظات جميله جدا.